شايف الحظوظ ازاي ما بين المنتخبين، خاصة منتخب مصر بيضم عناصر جيدة جدا وعناصر أساسية، أيضا المنتخب التونسي بيضم عناصر جيدة وعناصر أساسية، شايف المواجهة ازاي هتكون بكرة كابتن عبد الكريم؟ أنا شاهدت المنتخبين الحقيقة. أيوة. يعني مثلا نبدا بمنتخب مصري، مصر اول ما بدا كان منتخب مركز برشا على مستوى التكتيك، كان منظم لوجود خاصه على مستوى خط الدفاع، الحجازي والشناوي كانوا موجودين، مهم جدا ان تلقى ليدر في الفريق، مهم جدا وقدامهم السوليه. ومن بعد على مستوى الهجوم هوني مشكل شويه كان في المنتخب مصر بارابور المنتخب التونسي. المنتخب التونسي على مستوى الاداء كان متذبذب شويه لانه كان فما شويه مشاكل وكان قله الثقه في الفريق، لكن الحمد لله يعني اخر جماعيا ما كناش افضل، منتخب مصري جماعيا افضل منا، لكن على مستوى الفرديات هوني يفرق بين المنتخبين، خاصه نتكلم على المستوى الهجومي، نتكلم هوني المستوى الهجومي، نتكلم ان المنتخب التونسي عنده افضليه لانه تعرف الفارق ساعات يتعمل مع 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 فارق فردي فردي في في, في مراوغه في تسديده في في اداء. منتخب مصري قوته على مستوى الكرات الثابته الحقيقه، عنده لاعبين ومتمركز مليح. منتخب التونسي عنده مشكله على مشكل الكرات الثابته، لكن على مستوى الفرديات يكون افضل بنسبه قليله على المنتخب المصري. لكن شنو هو اللي باش يعمل الفارق؟ هم الجزئيات الصغيره، هي الاخطاء الفريقين، كل واحد مش يلعب على اخطاء الفريق نتاعو، هذا 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 باش ياخذوا اكثر حساب نتخيل المدربين الاثنين. احنا ما عدناش على شنو باش نغيروا المنتخب التونسي الحقيقه، هو الفريق كما قلت لك نفس الفريق باش تكون بنسبه 99% باش تكون نفس الفريق اللي باش يكون الدور الربع النهائي اللي لعب ضد نادي المنتخب العماني. احنا المنتخب التونسي نجم يستغل الغياب حجازي، حجازي ركيزه اساسيه حبينا ولا كرهنا في المنتخب التونسي، مدافع ممتاز من افضل المدافعين اليوم على مستوى الوطن العربي. هوني ينجم يكون يقلق برشا المنتخب المصري لانه ما عندكش اللاعبين الاوروبيين ينجموا، ما عندكش يعني الخانه اللي تنجم تعوض الحجازي. انا ديما كيما فما فوارق بسيطه، فارق بسيط هو على المستوى الجماعي افضليه منتخب مصر، لكن على المستوى الفردي والفارق في الهجوم يكون المستوى المنتخب التونسي. طب الجزئيات هذوما زوج ينجموا ياخذوا يعملوا الفارق.